انا اصلا انا اتفاجئت، انا بص سنه كانت سنه عجيبه، يا سنه غريبه شويه. المسلسل لما لقيت نفسي دخلت مسلسل بقى، قلت خلاص بقى اقضيها يعني، اعمل مسلسل تاني. جالي دور ورق حلو جدا لمحمد الحناوي، ورق فوق الوصف. كنت يعني لو المسلسل اتعمل على نفس الخيال اللي في الورق كان هيبقى اقوى من كده 50 مره. طبعا ممكن حد يزعل بس انا شايف كده، ده وجهه نظري. وفي توقيت ان هو وطريقه اللوكيشن هو لوكيشن واحد، اذا مش هيبقى فيه اجهاد ليك. نوعيه الدور انت عندك خبره في دراستها، دايما المذاكره يعني بتاخد مني وقت، لكن دور دكتور نفساني انت عملت مسلسلين تخط في المنطقه السيكولوجيه وذاكرت وكنت مذاكر بالشهور، فبقى عندك ازاي تلم مواضيع زي ديت وتبحث فيها يعني. تمام. وصورنا كان يوم ووقفنا، فبقى مش رمضان، قلت عادي كويس يلا يبقى بعدين وكده وياخد بروقان. قبل رمضان بخمس ايام قال لك يلا هنخش رمضان، احنا ما كانش معانا غير حلقتين اوكي ومضى وبتاع والممثلين وافقوا. انت بقى لو قلت لا بقيت انت ممثل مش ملتزم، بقيت ممثل ضد زمايله، اي كلام بقى اللي ما بيتقال ده بنقعد نقوله على بعض، ايه بيضر المسلسل ومش محترم جمهوره، حاجات كتير هتتقال، حاجات مش فيك يعني. بينما اصلا عدم احترام الجمهور انت تعمل حاجه بسرعه، ده وجهه نظر انا. ولما تيجي تشوفي ناس، في ناس اتفرجت على المسلسل وعاشوا معاه وبتاع، زي ما في مسلسلات انت نفس انا ببقى قاعد اقول ايه ده، مين اللي هيتفرج على ده؟ وفجاه الناس تاني يوم الصبح ناس بيحكوا فيه. بس هو المسلسل محترم، مسلسل عائلي يعني، هو كان محتاج وقت اكتر من كده، كان هيبقى اعلى من كده، لكن هو على المستوى النقدي هو مسلسل جيد، على الاقل هو مسلسل جيد، وكان بيتعرض على حوالي 7-8 قنوات.